عمت السكينة وساد الهدوء عمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية، وعادت الحياة الطبيعية، واستأنف الناس أعمالهم الاعتيادية، ونشطت الحركة التجارية بعد توقف بفضل حكمة صاحب الجلالة الملك حسين المعظم. فخامة إبراهيم هاشم رئيس الوزارة الأردنية يرأس اجتماعا، وقد أخذت هذه الوزارة على عاتقها إعادة النظام والسكينة إلى البلاد وخدمة الأردن تحت إرشادات جلالة الملك حسين. وفي القصر الملكي في عمان توافد شيوخ البلد والزعماء يعربون عن ولائهم وإخلاصهم لسيد البلاد جلالة الملك حسين. إن الأردن يتطلع الآن إلى استقرار مكين وعهد زاهر. أناب المليك المفدى لافتتاح معمل شركة سمنت الفرات معالي الأستاذ أحمد مختار بابان نائب رئيس الوزراء، وقد حضر الافتتاح جمهور كبير. وقد ألقى السيد محمد جعفر الشبيبي رئيس مجلس إدارة الشركة كلمة رفع فيها لمقام صاحب الجلالة الملك المفدى جميل شكره وعظيم ولائه لرعايته حفلة الافتتاح. ثم نهض المدعوون يتبعون معالي الأستاذ أحمد مختار بابان ليشهدوا الافتتاح. معاليه يتسلم المقص الذهبي ليقص به الشريط، وبذا أعلن عن افتتاح المعمل رسميا. وبعد هذا أزيح الستار عن اللوحة. إن طاقة المعمل الإنتاجية في الوقت الحاضر تبلغ 350 طن يوميا. هذه الحجارة التي يؤتى بها من مقلع شفافة تخلط مع الطين الأحمر بشكل سائل، وبعد أن يجرد من الشوائب ينقل إلى الخباطة ومن ثم إلى الفرن، وأخيرا ينقل السمنت إلى قسم التعبئة. بلغت تكاليف المعمل قرابة 2,000,000 دينار، ويشتغل فيه 250 عاملا وموظفا. بدأ المركز الذري لميثاق بغداد أول دورة دراسية له. الدكتور عابد حسين من باكستان، وهو أحد أساتذة المعهد، يلقي محاضرة عن طريقة قياس الطاقة في بعض المواد المشعة، ويقوم بالتدريس ملاك دائم مكون من 8 أساتذة يمثلون دول الميثاق. أما الطلاب وعددهم 20 فيأتون من دول الميثاق أيضا. الدكتور علي الهنداوي من العراق، عبد الجبار ميام من باكستان، وهذه طالبة عراقية وهي باسمة عبد الرؤوف. محمد فاطمي من إيران. الدكتور عثمان كوكتورك من تركيا. ولا تنحصر جرى على ملعب الكشافة تحت رعاية معالي الأستاذ خليل كنة وزير المعارف بالوكالة السباق السنوي لألعاب الساحة والميدان للمدارس الثانوية والمهنية للواء بغداد. وتقدمت جماعة حملة الأعلام معلنة للمتفرجين الذين غصت بهم مدرجات الملعب بدء استعراض المدارس والفرق المشتركة في هذا السباق السنوي الرائع الذي تشرف على تنظيمه كل عام مديرية التربية البدنية في وزارة المعارف. ابتدأت المباريات، ففي سباق 100 متر
قطع الفائز الأول المسافة بعشرة ثواني وتسعة أعشار الثانية، وهو رقم قياسي جديد أحد طلاب كلية بغداد. باسل الجزمي. وفي القفز العالي قفز أحد طلاب الثانوية الكاظمية مترا وثمانين سنتيمترا، وهذا الطالب صادق جواد. أما الطفر بالزانة فكان الأول وقد قفز ثلاثة أمتار وأربعين سنتيمتر سامي عبد الخالق. وفي سباق طفر الموانع قطع الفائز الأول المسافة وهي 110 أمتار بسبع عشر ثانية أحد طلاب كلية بغداد. سمير فينسنت. وبعد انتهاء السباق وزع معالي الأستاذ خليل كنة الجوائز والكؤوس الفضية على المتسابقين، فحصلت كلية بغداد على الجائزة الأولى، وفازت إعدادية التجارة بالجائزة الثانية، والإعدادية المركزية بالجائزة الثالثة.